الفنان وحيد سيف، اسمه الحقيقي مصطفى سيد أحمد سيف، هو واحد من نجوم الكوميديا، وأشار في مسلسل المال والبنون وغيرها من الأعمال التي استطاع من خلالها أن يترك بصمة بأدواره، على الرغم من أنه لم يحصل على البطولة في أي منها، لكنه نجح في الشخصيات التي قدمها. تحمل المسؤولية وأسرته حرمته من الانضمام لثلاثي أضواء المسرح. في شبابه شارك وحيد سيف في مسرح الجامعة في الإسكندرية، وانضم إلى الفرقة التمثيلية ليقدم تجارب مسرحية هامة مثل شكسبير وحسن ومرقص وكوهين. وقد قرر أن يغير اسمه إلى وحيد سيف وهو في السنة الثالثة في الكلية، وكان يرغب بذلك منذ البداية. وبعد أن أنهى دراسته وحصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ، شارك في العديد من المسرحيات المهمة، ووقتها تعرف عليه الممثل سمير غانم فنصحه بالسفر إلى القاهرة، لكنه لم يتمكن من ذلك. فكان وحيد سيف هو المسؤول عن أسرته المكونة من والده ووالدته وأيضا ثلاث أشقاء وأختين، لتضيع فرصته في الانضمام لفرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها سمير غانم. لكن بعد فترة شاهدته الفنانة تحية كاريوكا على مسرح في الإسكندرية فطلبته للمشاركة في عمل مسرحي، ووقتها انتقل إلى القاهرة. كتب أملاكه لزوجته اللبنانية. تزوج وحيد سيف من الممثلة ألفة سكر التي شهرت أيضا بتقديم الأدوار الثانية في الأعمال، كما تزوج من الصحفية اللبنانية خلود والتي ظلت معه حتى وفاته، وكان قد قال عنها إنه يعيش معها أجمل فترات حياته وهي عوضته عن كل شيء. وكونها صحفية وناقدة فكان يحرص على أن يستشيرها في أعماله التي تعرض عليه، وقد كتب كل أملاكه لزوجته الأخيرة التي لازمته في فترة مرضه الأخيرة، ولوحيد سيف أبناء منهم أشرف سيف الذي عمل في الوسط الفني لفترة، وتزوجها أيضا من الممثلة لمياء الجداوي قبل أن ترتدي الحجاب وتبتعد عن الفن، ولديه ابنتان هما إيمان سيف وإناس سيف. وما يشاع بأن الممثل ناصر سيف هو ابنه أيضا فهذا غير صحيح. كشفت إحدى بناته أنه تم تشخيص مرض والدها بشكل خاطئ ولجأ لجراحة تسببت في تدهور صحته، وقد أمر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعلاجه على نفقة الدولة، وتم علاجه في المستشفى العسكري ثم في بيروت، لكنه تعرض لانتكاسة في عام 2010، وحتى عام 2011 تعرض لجلطة في قدمه، وقبل وفاته بأيام قليلة شعر بنزلة إنفلونزا،